طبعا بنأسف عن هذا البطيخ الفني. أنا بصراحة ما بعرفش أعزف جيتار، ويعني بفكر إن أنا أتعلم، إن أنا أعرف أعزف جيتار، أعرف أعزف بيانو وأورج، يعني بحب الموسيقى جدا، بس عمري ما كان عندي وقت إن أنا فعلا أتعلم أصول الحاجات دي. بس مش ده الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهاردة. موضوع الفيديو بتاع النهاردة إن ممكن يكون ولو لثواني بسيطة جدا في بعض منكم افتكر ان انا بلعب جيتار، وان انا ممكن اكون مثلا بسخن مثلا او حاجة، وان انا دلوقتي هعزف حاجة. هو اللي انتوا فكرتوا فيه ده ان انا ممكن اكون بعزف جيتار، هو اتبنى على صورة خارجية انتوا شايفينها قدامكم، واحدة يبان الى حد ما واثقة في نفسها شوية يعني، وانها ماسكة جيتار وبتعزف وكده، فشكلها كده عارفة هي بتعمل ايه. الحاجة دي ليها علاقة بال بيرسبشن او المظهر الخارجي بتاع الشخص اللي قدامنا، ممكن يدينا ايحاء بحاجه واحنا نصدقها فعلا، ممكن تكون الحاجه دي مش حقيقيه بس هو ده اللي بيحصل فعلا. وهو ده موضوع فيديو اللي انا هتكلم فيه النهارده، واللي هو طبعا بداته من زمان، وهو موضوعات كلها تتعلق بالثقه بالنفس. انا بقالي فتره بفكر ان انا عايزه اعمل سلسله فيديوهات اعمل فيها كوبايه قهوه زي اللي انا عاملاها دي، واجيب معايا شويه شوكولاته غامقه، واقعد اتكلم في موضوعات انا حابه اتكلم معاكم فيها زي كده، كاننا اصحاب، كاننا كده اخوات قاعدين مع بعضينا في البيت بندردش عادي جدا في موضوعات ليها علاقه بحاجات بتخصكم. برضو بيجيلي رسائل كتيره جدا، الاساس بتاعها ولب المشكله فيها هو انعدام الثقه بالنفس. ليه بقى؟ لان انا بيجيلي كميه رسائل كتيره جدا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، واحيانا في تعليقات على اليوتيوب، فحواها بيقول انه الشخصية اللي قدامي دي شخصية منهزمة تماما، وسر انهزامها هو الكلام اللي هي بتقوله لنفسها. هي يعني متشبعة بالكلام السلبي جدا جدا عن ذاتها وعن ايه اللي هي تقدر تعمله في حياتها، لدرجة انه في بعض من الناس دول اللي بيوصل للمرحلة اللي بقى اللي هي الاكستريم قوي بيبعتولي، وخصوصا على الانستجرام، انا حاولت انتحر اكتر من مرة، انا هموت نفسي، ارجوك رد عليا، دي مساله حياه او موت. طبعا زي اي شخصيه طبيعيه برد، وبحاول ان اتواصل مع الانسانه دي عشان انقذها، لانه ممكن تكون بجد ممكن تموت نفسها، ممكن فعلا تنتحر. وبعد ما اتواصل مع الشخصيات دي وبعد كلام وهات وخد واوديوهات وكل حاجه، بطلع بنتيجه بتبقى مؤسفه جدا، انه الشخصيه دي اصلا مش عايزه تساعد نفسها. الشخصيه دي وصلت لمرحلة انها ما بقتش تستطعم طعم الحياة الجميلة اللي فيها عزة نفس، او اللي فيها ثقة بالنفس، او اللي فيها انه لأ في يعني الحياة ما انتهتش، انا ممكن اروح اعمل حاجات تانية، انا ممكن ابدأ حياة من اول وجديد. يعني بتبقى دماغهم مركزة على بؤرة واحدة وزاوية واحدة من الحياة بطريقة مش طبيعية، وبيبقوا جايين لي فاكرين ان انا معايا عصا سحرية هضربها كده اروح محولاهم او محولة لهم حياتهم. وهو ده اللي بتعبني جدا، انه قبل ما ببدا ببقى مفهماهم انا مش ساحره، انا هوجهكم، هديكم شويه ادوات، شويه نصايح، هديكم خطه هنمشي عليها، هنعمل 1 2 3، بس في طلب واحد بس هطلبه منك، وهو الالتزام، وهو ان انت تلتزمي بان انت هتعملي كل حاجه هنقول عليها بضمير. وايضا غير الالتزام لازم يبقى جواكي الرغبه اصلا ان انت تغيري حياتك، لازم يبقى زهقتي من المرار اللي انت عايشه فيه، لازم تبقي قرفتي من طعم الحياه المر اللي ملوش معنى ولا لون، اللي كله اسود. وعشان كده انا عامله الفيديو بتاع النهارده عشان اسلط الضوء على حته هي لب المشكله، وهو الكلام اللي انت بتقوليه بينك وبين نفسك. انا عاوزاك تتخيلي معايا ان انت قاعده مع اعز صديقه ليكي في كوفي شوب بتشربوا قهوه وبتاكلوا كوكيز او شوكولاته غامقه مع القهوه دي، وبعدين في عز ما انت قاعده كده في لحظه صمت جات لك قدره هائله على انك انت تسمعي الكلام اللي بيدور في عقل صاحبتك، فلقيتيها بتقول لنفسها انا ماليش لازمه، انا ولا حاجه، انا فاشله، انا ما عنديش طموح، انا مش عارفه ايه هدفي في الحياه، انا مش عارفه انا عايشه ليه، ربنا ياخدني، انا مش عاوزه اعيش. تخيلي ان انت سمعتي كل الكلام ده وكنت ناويه في اليوم ده بالذات انك انت تقولي لها انا في عندي فكره مشروع عايزه ابداها وعاوزاكي تبقي شريكتي. هل انت ممكن بعد الكلام اللي انت سمعتيه ده
جوه مخها تقولي لها انا عاوزاكي تبقي شريكتي. الانسانه بقى اللي انا بقولك عليها دي هي نفسك. الكلام اللي انت سمعتيه ده انت ممكن تكوني بتقوليه لنفسك بينك وبين نفسك. طيب ليه مهم اصلا؟ ليه مهم ان احنا نهتم بالكلام اللي بنقوله لنفسنا؟ ما احنا بس اللي بنسمعه، ما حدش بيسمعه. ازاي الناس بتعرف ان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا؟ المدهش يا صديقتي العزيزه انه بعد فترة معينة من تكرار هذا الكلام لنفسنا مرة واتنين والف بتحصل ممرات موجودة في المخ بتبقى محفورة وبيبقى ليها مكان في المخ وفي نفسيتنا وفي اعصابنا، وبيبقى هو ده الرياكشن او هو ده رد الفعل الطبيعي على 99% من المواقف على مدار اليوم بشكل غير واعي، ويبتدي الكلام يتحول من حاجة جوانا الى حاجة بنتلفظ بيها وبنقولها عادي واحيانا بنكتبها كمان. وده طبعا هو نفس اللي انا بقوله، ان نفضل نكتب على نفسنا كلام ان احنا ملناش لازمة، احنا فشلة، لا انا مش هقدر، لا انا حاولت قبل كده ومش هينفع، انا خلاص فقدت الامل، انا خلاص عايزة اموت، انا مش عاوزة اعيش، انا حاولت الانتحار. طيب انا افترض ان انت ما طلعتيش من الفيديو ولسه معايا لحد اللحظة دي وعاوزة تعرفي تحل المشكلة دي ازاي. انا هقولك ازاي، بس اخد بقى قهوة الاول. البديل انك انت دايما تلاقي شيء ايجابي تقوليه لنفسك، صدقيني هتلاقي. يعني اي حاجة ايجابية عن نفسك، يعني مثلا ممكن تكوني من النوع اللي بيصحى الصبح بيرتب البيت، ممكن تكوني من النوع اللي بياخد باله من الاشخاص اللي عيانين، ممكن تكوني من النوع اللي بيسأل على الناس، ممكن تكوني من النوع الطيب اللي بيعمل خير بينه وبين ربنا، ممكن تكوني شاطرة في حاجة معينة، حرفة، مهارة، شاطره في اي حاجه. قولي الكلام ده لنفسك لما تعملي ولو اي حاجه صغيره، قولي برافو برافو انا النهارده عملت حاجه كويسه جدا، وتكتبيها كده وتسجليها وتقولي برافو وتسقفي لنفسك. لو انت مثلا بتمر بمشكله كبيره جدا في حياتك حاليا وفعلا حاسه ان انت يعني رجليكي جوه الرمله اللي هي الرمله اللي بتلف دي وبتبلع الناس ومش عارفه هتعملي ايه، قولي ربنا موجود وانا مستعينه بربنا، واثقه باذن الله انه هيوفقني، وانا عندي النيه ان انا اطلع من المشكله اللي انا فيها وباذن الله هطلع وهقدر. وصدقيني لو انت قلتي كده ربنا مش هيخذلك، مش هيسيبك. ما تفقديش الامل، ما تجيش تكتبي كومنتات سلبيه او تقولي كلام سلبي عن نفسك وكانك خلاص مالكيش ربنا، مفيش، خلاص اتنسيتي، محدش هيقف جنبك، الانسان مش هيقف جنبك. لازم تستعيني بربنا ثم تثقي بنفسك وهتطلعي من اي مشكله ايا كانت لو انت عاوزه تطلعي منها. لما بتقولي لنفسك اشياء ايجابيه يوم ورا يوم ثقتك في نفسك بتزيد اكتر. زي مثلا لما واحده صاحبتك بتروح لطبيب او لطبيبه شاطرين وكويسين بتقولك الدكتوره دي رهيبه رهيبه جدا روحي لها، انت من غير ما تشوفيها حبيتيها اوريدي، تمام؟ ليه؟ لانك بتثقي في صاحبتك. فانت لما تيجي تقولي لنفسك كلام حلو عن نفسك هتثقي في نفسك لانك بتسمعي كلام حلو عن نفسك. يا رب تكون المعلومه وصلت يا اختي. وطبعا لما هتثقي في نفسك وهتحبي نفسك الناس هتشوف ده وهتحس بده، وهتلاقي الناس برضو بدات تثق فيكي وتشوفك انسانه واثقه في نفسك، وهيشوفوا ان انت فعلا انسانه كيان كده واقف قدامهم، مش واحده منهزمه مش عارفه اولها من اخرها ايه، رايحه كده زي الريشه في الهواء ملهاش اي هدف. ما ينفعش يا روح قلبي، لازم يبقى ليكي شخصيه ولازم يبقى ليكي كيان، والموضوع بيبدا من كلامك لنفسك. طبعا ده ما كانش اول فيديو عملته في حياتي عن الثقه بالنفس، انا بدات من 2017 او 2016 انزل فيديوهات فيها زي اجزاء او لقيمات كده للثقه بالنفس، كل مكعب فيهم في حته مني، في جزء من قلبي، في جزء من حياتي، لان انا ما اتولدتش كده، ما اتولدتش عندي ثقه في نفسي، قابلت ناس كتير جدا مروا بمشاكل كلها بسبب عدم ثقتهم في نفسهم وضعف ثقتهم في نفسهم، وشاركت بالحاجات دي كلها عشان سنه سنه حته حته تبتدي تاخدي ولو كلمه جمله نور اي حاجه يوصلك لمرحله ان انت تثقي بنفسك، لانك انت لو ما وثقتيش في نفسك محدش ابدا هيثق فيك. طبعا انت لو فضلتي معايا لحد اللحظه دي واتفرجتي على الفيديو لحد الدقيقه دي فطبعا انت انسانه بشكرك من كل قلبي انك انت خدتي من وقتك عشان تسمعي اللي انا عايزه اقوله لك، لانه فعلا من قلبي ونفسي يوصلك، ونفسي انك انت فعلا تحلي مشكلتك، وانت هتقدري تحلي مشكلتك طالما وصلتي معايا للحظه دي باذن الله لانك جاده.
في ناس غير كتير سابوا الفيديو بعد كام ثانيه وراحوا يتفرجوا على تحديات المكرونه الفيونكا والضرب والكفته. فطبعا الناس دي هتفضل في مكانها وربنا معاهم يعني، حظ سعيد. بعد ما الفيديو ده يخلص هتظهر لك سلسله فيديوهات ليها علاقه بالثقه بالنفس وازاي تبقي قويه، وكمان سلسله فيديوهات ليها علاقه بالعنايه بالبشره والشعر بطرق طبيعيه، لان ده مجالي ومجال خبرتي لو انت اول مره بتشوفيني. وطبعا لو الفيديو عجبك اعملي لايك، ولو عايزه تشوفيني تاني اعملي اشتراك وفعلي الجرس وفولو، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.